المشكلة تكون على مستوى الحدث. راهو نخدموا الشباب الموجودين توا في ايطاليا، لازم نكونوا متحضرين في وقفتنا الاحتجاجية. نحن توا اليوم واقفين من اجل حرية شمس الدين بورافين وبحارة اللي معاه واصدقاء ورفاقه في المركب، وهذا يتطلب منا شوي من الطبيعية، شوي من الوقت. وكنا نذكر عن ضيع وقت وجاي لاجل هذا الموضوع، خلونا نكملوا الميسيون تاعنا معناها في تحضر، وخلينا نبينوا للغرب ونبينوا لفرنسا ونبينوا لكل المنظمات ان احنا قاعدين نمارسوا في حق ديمقراطي ونمارسوا في معناها ممارسة ديمقراطية للدفاع على قضايانا والدفاع على مواطنينا في تونس. الناس كلها تعرف اصل القضيه، نحب نذكر فيها في كلمتين. شمس الدين بورافين هو مؤسس لجمعيه بحار جزيف، وهو ناشط في حقوق الانسان وناشط جمعياتي، سبق وان قام بالعديد من الحركات الانسانيه اللي ساهمت في انقاذ العديد من الزفريكان اللي كانوا في عمق البحر واللي كانوا معنا مهددين بالغرق. اليوم بورافين يتعرض الى عمليه اعتقال، عمليه اختطاف من البحر الابيض المتوسط. هذه قضيه تتحول اليوم الى قضيه راي عام، قضيه تتحول الى قضيه دوليه. اليوم نحن نطالبوا في القريب العاجل باطلاق سراح بورافين واصدقائه، ونطالبوا ايضا بحل مشكل الحراقه او الشبهات التي تتبع كل بحاري مدينه زرزيف وكل بحاري تونس. اليوم بحاري تونس وهم يمارسوا في عملهم قاعدين يتعرضوا الى مضايقات من الليبيين، ويتعرضوا الى مضايقات من القوات الايطاليه او البحريه الايطاليه. اليوم عندهم شبهات، وبالتالي يلزم حل جذري للمشكله هذايا. اليوم بورافين غدوه بحار اخر باش يتعرض لنفس العمليه ونفس الاختطاف اللي وقع على خونا شمس الدين بورافين والبحار اصدقاء. لذلك نحن نطالبوا السفير الايطالي بتوجيه التدخل لدى الحكومه الايطاليه واطلاق سراح بورافين. الناس الكل مازال جماعه مازال ما لحقوش، ثم شكون اللي يضيع الادريس، ثم شكون اللي يغلط الادريس وكل شيء. الادريس سي سوا بنسات لي ديفان و بنسات ديفان الدبلوماسية التونسية بحفظ كرامة المواطن التونسي أينما كان. المواطن التونسي هو حر في البحر الأبيض المتوسط، وهو حر في أن يمارس نشاطه البحري في مياه الدولية وفي مياهنا الإقليمية. لذلك المعاملة بالمثل مطلوبة، واحترام المواطن التونسي مطلوب، والمواطن التونسي ليس حراقا، والمواطن التونسي ماهوش انقافيتون. لهذا اليوم وقعت الدعوة، ودعوة كل الأخوة مشكورين لتلبية هذه الدعوة للوقوف وقفة تضامنية ووقفة مساندة لقضية شمس الدين بورافين ورفاقه البحارة. هذه اليوم تفتح لنا مجال للحديث على ظاهرة الحراقة، ونحن نطالب الاتحاد الأوروبي ونطالب الأمم المتحدة لحل هذه الموضع المعضلة التي أصبحت ترهقنا في تونس، ترهق كل الدولة التونسية شعبا ونظاما. لذا نود فتح هذا الملف على مصراعيه والذهاب إلى لربما إلى الاتحاد الأوروبي لمطالبته بإيجاد حل لتونسيين
كي يمارسوا نشاطهم البحري في حرية وفي أمن وفي أمان. اليوم كل بحار يخرج إلى عمق البحر مهدد أن يختطف من البحرية الإيطالية وينعت بأنه ترافيكون متاع الزميجري كلوندستين، ترافيكون متاع الباسير متاع الحراقة. هذه اليوم مشكلة عويصة ينطالب كل القوى الدولية للتدخل فيها. منطقتنا تعرف هو اللي منطقتنا تمر بمنحنى وهي الدولة الغير آمنة وهي دولة ليبيا التي للأسف لا توجد دولة ولا يوجد أمن. اليوم البحار التونسي مهدد من الإصابات الموجودة والتمثل بين قوسين الدولة الليبية وخبر السواحل الإيطالي. اليوم يجب أن نقف عند حقيقة أنه لا بد أن نفرض هيبتنا على مياهنا الإقليمية في تونس. اليوم البحار من يخرج باش يمشي يجيب قوت عياله من البحر يجب أن يكون في مأمن ويجب أن يكون محترما ويجب أن يكون معناها في مأمن ويعود إلى عائلته آمنا وبسلام. هذه اليوم القضية اللي حبينا نقولها ولأجل هذه الوقفة سقنا رسالة ولدي جاي من الأخ أمرهم البحرية كله مع الرئيس في 6 متر جنوبيا أو 7 من الناس ومع الرئيس فوالا في لاتر ديجي بار كوني كل لي مونغال اون بالبوزي اون ان بروغرام سي لومباسادير ميسيو لومباسادير دو ليتالي شمس الدين بولاسين اي ان بشير مي اوسي لو كرياتير دو لاسوسياسيون بشير دو تارزيس كي اي اون اكتيفي اسوسياسيون اومين. Ces 7 dernières années, Shamsuddin Bourassine a fait preuve de courage en sauvant des centaines de migrants africains. Il a risqué sa vie pour éviter les pertes humaines. Les habitants de Tarsis, maîtrisés au sol et à l'étranger, sont surpris par l'arrestation de Bourassine par les autorités italiennes. Le 30 août 2018, une arrestation injustifiée et inacceptable. L'arrestation est faite après sa dernière action humaine qui a épargné une catastrophe en sauvant avec ses collègues 14 enfants sur un bateau qui chavire. Au nom de notre association et toutes les personnes présentes, nous vous demandons une intervention au plus vite auprès de votre gouvernement pour la libération de Shamsuddin et ses 5 collègues, ainsi que leur bateau de pêcheurs, car c'est leur moyen de nourrir leur famille. Veuillez accueillir, monsieur l'ambassadeur, nos salutations. هذه الرسالة مش موجهة توا للسيد السفير سفير إيطاليا في باريس لعله توصل إلى الحكومة الإيطالية ونعمل بطبيعة الحال نحن المجتمع المدني واتضح في تجربتنا السابقة منذ 2011 أن المجتمع المدني قادر على صنع الضغط قادر على صنع الحدث قادر على فرض ما لا تستطيع الحكومات فعله. وهذا يخلينا نعبروا على صفنا للسقوط وبطء في التحرك من الجهات الرسمية التونسية ونطالبهم اليوم بالتحرك بشكل إيجابي لضمان كرامة المواطن التونسي أينما حل ولضمان كرامة الصياد التونسي الذي أصبح محل شبهات في البحر الأبيض المتوسط. Aujourd'hui, on est là pour demander la libération de Shamsuddin Bourassine et ses amis à la gare et il y a une victime d'une arrestation injuste
انك جبت تعمل بموتوريتي ايطاليان. اليوم نحن نحطوا نرجعوا الذاكره الى 2011، نرجعوا الذاكره عندما كان البحر الابيض المتوسط مليء بمراكب الموت وهي تطل على 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 اوروبا. لذلك القضيه اكبر من ان تكون قضيه بحار ورفاقه، القضيه قضيه دوليه، ونحن من هنا وباسم الجمعيه وباسمكم جميعا سنتحرك الى الاتحاد الاوروبي، ويمكن الاسبوع القادم حسب امكانياتنا يمكن ان نقوم بوقفه احتجاجيه امام الاتحاد الاوروبي وضعي المدعوين الاخرى الاخوه الكل اللي عندهم سيارات قادرين انهم يتنقلوا الى بريكسل يتفضلوا يقيدوا باش ياخذوا معهم بعض الاشخاص او ربما نؤمن حافله لهذا الغرض. القضيه اصبحت قضيه راي عام، قضيه وطنيه وما هيش قضيه شخص أوقف في البحر الأبيض المتوسط. هذا مطلوب كل الجمعيات وكل الأشخاص التحرك. بطبيعة الحال نشكر كل من اتصل بنا اليوم معبر على تضامنه ومساندته لقضية شمس الدين براسين وأصدقائه من بعض الجمعيات الصديقة في فرنسا منها تونسية ومنها غير تونسية، تجمع المغتربين من أجل سوريا أحد الجمعيات، منظمة اللجنة العربية لحقوق الإنسان اتصلوا منذ قليل معبرين على تضامنهم لهذه القضية ومساندتهم، وإذا ما ذهب الأمر إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة فسيكونون مساندين لنا في هذا الموضوع. اليوم بالفعل إعادة نعود إلى نقطة كنا قد لربما عند البعض نسيناها وهي في 2011 وظاهرة في الحرمة. أكبر الخاسرين هو تونس شعبا ودولة من هذه الظاهرة، يعني أولا نحن نسلح الناس حدود من أوروبا وهذا قلناه في 2011 ونعيده، نحن نسلح الناس حدود ونحن شركاء في هذا المتوسط. عمل إنساني يوري بعد عمل احترام تونس، احترام المواطن التونسي واحترام الذات الإنسانية. هذا يعني أننا سنتجول وبحرنا لهم كل الحرية في التنقل في البحر الأبيض المتوسط. وعلى الإيطاليين، على الحكومة الإيطالية أن تحترم تونس دولة وشعب تونس ومواطني تونس. شكرا بطبيعة الحال لكل الحضور، شكرا للذين معنا ساهموا في التنظيم معنا في هذه الوقفة. اللي يحب يقول كلمة يتفضل معها، ما باش ما نخصش ما نحتكرش الكلمة الكل، وندعوكم إلى الوقوف حتى الساعة للتعبير على
في عمق البحر كان يقتات لتغليص ولحفظ كرامة عائلاتهم، ثم يقع أن قبض عليهم أو جرهم إلى سواحل الإيطالية. اليوم بالفعل نطالب الجميع أن تقف مع هذه العائلات، نطالب الأخوة في الداخل لمد يد العون لبقية الأخوة، بقية العائلات اللي موجودة واللي لربما نحن ما نعرفوش كل شيء عليهم، ولكن نعرف أنه البحارة دائما مقابلين بدون ودائما مقابلين ربما هم الصبر ونعوني منهم على الصبر، ولذلك هم دائما مقابلين في مجتمعنا. اليوم فعلا نريد أن نجدد تضامننا مع كل بحار في تونس وكل بحار في العالم. اليوم البحار كان أصبح مهددا في ظل المافيا التي تعمل في البحار، والمافيا التي تعمل بشكل دولي. المؤدين الحقيقيين هم في البنوات، المؤدين الحقيقيين هم موجودين في مكاتبهم وهم موجودين في شركاتهم وهم قاعدين يقوموا بهذه العمليات، لكن بحار البلديه التاريخ يشهد على انهم كانوا متضامنين وكانوا دائما اصحاب موقف واصحاب شهامه واصحاب مواقف تاريخيه انسانيه، لذلك قد ساهموا في انقاذ العديد من الافارقه. هؤلاء الافارقه الذين كانوا يركبون البحر متجهين الى اوروبا لا يعرفون عن البحر شيئا، وتقذف بهم الامواج، وهناك العديد من الجثث كانت تقذف بهم الامواج على سواحل بلديس، وهذا ما نرفضه وما يجب ايقافه اليوم. اليوم هذه القضيه ستدفعنا الى فتح قضيه الحرقة وفتح قضيه ليميغراسيون كلونديستين او ميديتراني. اليوم يجب ايجاد حل، ويجب ايجاد حل جذري لهذه الظاهره، ويجب من الجميع تدخل من الاتحاد الاوروبي، من الامم المتحده، من الدوله التونسيه التي يجب ان تتحرك في هذا الاتجاه. الخاسرين هو المواطن التونسي، المواطن التونسي اليوم اصبح مشار له بالاصبع في اطار الشبهات للحرب. اليوم يجب نزع هذه النظره وحفظ كرامه هذا المواطن، ويجب علينا جميعا كمجتمع مدني، كجمعيات، كمنظمات وطنيه ومنظمات دوليه، الذهاب الى الاتحاد الاوروبي وفتح ملف هذه ركوب البحر والموت في اعماق البحر، لان حتى اولئك الافارقه الذين يموتون في اعماق البحر هم ادميون، وهم من حقهم ان ندافع عنهم، ومن حقنا ومن حقهم علينا، وواجبنا الانساني يدفعنا الى الدفاع عليهم. وإنقاذهم ليست شبهة وليست شبهة مافيا أو ترافيك. لهذا نود من الجميع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه القضية تحولت فعلا إلى قضية دولية، وهذه القضية ستذهب بعيدا إلى لم يقع إطلاق سراح هذا الفريق، فريق ورصيف وأصدقائه ومركبهم بطبيعة الحال، لأن هذاك المركب هو الذي أنا هو الذي يجنون به قوت عيالهم. لذلك أود من الجميع كل الأخوة أن تتضامن، وكل الأخوة أن تساهم في الوقفة التي ربما ستكون الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده حسب تطورات القضية، للذهاب إلى الاتحاد الأوروبي والوقوف أمام الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه القضية بشكل دولي وبشكل رسمي بعيد على بلطجة القوات الإيطالية في المحيط المتوسط. نعم، قضية اجتياز المتوسط هي قضية دولة، هي سياسة، هي نتيجة حتمية لسياسة الغرب تجاه افريقيا، هي نتيجة حتمية للذين يغلقون على انفسهم القارة الاوروبية. نعم، نحن ابناء مهاجرين وكنا مهاجرين ونعلم جيدا ما معنى الهجرة. اذا كانت هذه التأشيرة القذرة، ألغيت هذه التأشيرة القذرة، لربما تحول هذا العالم إلى أمان، لربما دخل هؤلاء الشباب بهويتهم الأصلية وعبر القنوات الرسمية، ولا ما عشنا هذه
الكوارث الإنسانية ولا ما مات أبناؤنا وأبناؤنا أمومتنا وأبناؤنا أخوتنا وأبناؤنا الإنسانية جمعاء في أعماق البحر في حلق من أجل أن يكتشفوا أوروبا. لماذا أوروبا تغلق أبوابها أمام إفريقيا؟ لماذا إفريقيا كانت في الماضي هي مصدر خطر رجل أعمال رجل مع الناس ما نعرفهمش مع واحد معاه محارة سيبا معناتها واحد يعمل خير يلقى شر سيبا لوجيك نورمالمون هو عنده ايد مع الناس اللي تعاون في الهجره وفي كل شيء معناتها باش ينحوا الهجره وكل شيء يزيد توا يحطوا في الحبس. يرحم والديك قبل واحد يرحم والديك. هاي تعطينا كلمتين على اخونا الشمس الدين بابا وعلى جيت فيها يا لا جينا باش نطالبوا بهم باش يخرجوا ان شاء الله. يرحم والديك. على جيت اليوم وسيبونا شمس الدين وجماعة كلها. تحية جرزيس. يرحم والديك خويا. خويا على جيت اليوم. اخويا والله يفرج عليه. امين. الله يرحم والديك خويا ان شاء الله. واه نتورا سلام صباح خويا. هاي عطينا كلمتين. شريك حشم هاي تفضل. هاي عطينا كلمتين. انا شفت صورة قريبة من غادي يا شيخ. ماذا لعبة جاية؟ لحدنا جزيرة في ذلك إن شاء الله. علاش صحافة أخرى؟ علاش أجول حياة؟ الإعلام العام في تونس لاهي بلجيكا اللي دخل كونتينر وخرجوا من رمال. علاش طبق كان على الغرب ما طبقش هنا. هذا هو قوة المسلح البدني. مازال بعد 10 أيام. مازال نعمل على الحكومات وعلى معك حبيبي. مع الجزيرة مباشرة. Bon ben je répète là pour ceux qui viennent nous rejoindre, on est là à l'angle de la rue du Bac et rue de la Varenne, devant l'ambassade d'Italie. Donc on a un message à faire passer aujourd'hui.
Chems Eddin Bourassem est incarcéré depuis plus d'une semaine avec son équipage. Son équipage, ouais, je le répète, il n'y a pas que Chems Eddin, il y a son équipage. Pas ma Aïlat aussi, c'est un Donc en tous les cas, moi je remercie aujourd'hui du tout mes compatriotes qui sont présents aujourd'hui. Libérez Chems Eddin et son équipage. Libérez Chems Eddin. أهلا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. سلام يا سليم، تسمع فيها سليم؟ ويا خويا منشي، تحياتي. لاباس؟ نعم خويا منشي، تحياتي. لاباس؟ صحتك باهي بخير؟ ألو ألو، أنتم في المباشر على الصفحة زي سانفوك، كما شفت كما لاحظت. أنا هون أون ديريكت تو على ال Il y a un setting qui a organisé en soutien à Chems Eddin Bourassem et son équipage. Donc Chems Eddin est incarcéré depuis une dizaine de jours pour être venu en aide à des migrants qui ont failli couler en pleine Méditerranée. Donc de nos jours, quand on sauve des vies, on va en prison. Donc déjà, moi je remercie toute la communauté tunisienne qui se mobilise pour apporter son soutien à Chems Eddin et à son équipage. Bravo! J'ai plein de choses à dire, moi, sur Chems Eddin. Un président d'association, c'est le président des syndicats des pêcheurs Azarzis. Il a toujours opéré pour le bien des pêcheurs
et surtout pour le maintenir de Zeltis. Il a toujours été contre l'Arga. Il a un peu l'abed, 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 comme il y a Zeltis, il y a Tunis. C'est un humanitaire avant tout. C'est un humanitaire, ça je te le confirme. Je viens de l'apprendre. L'association des pêcheurs de Jardis, vous savez ce qu'ils m'ont transmis aujourd'hui? Un document comme quoi l'association de Shamsuddin Bourassane est nominée au prix Nobel 2018. Liberté, 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 Shamsuddin. سليم تسمع فيا؟ نعم بابا تسمع فيا؟ شوية خلنا بعد شوية هتحس. هل تم اتصال بالسفارة ولا؟ ما نظنش. لحظة بس عم ناخذ رونسينيمو لحظة من أخونا كمال لحظة. في المباشر إيه؟ لحظة بنعدي لك كمال أون ديريكت لحظة. كمال وريمي لحظة. عم كمال ترى لحظة. معك موجي دب خويا كما تحياتي لك صديقي تحياتي انت في المباشر كما تعرف على الصفحه زي سانفو وصفحات الخيال معاكم يعطيكم الصحه على الوقفه الاحتجاجيه هذه هل تمت اتصالات على مستوى باريس وكما اشرتم في الوقفه هذه بالناس اللي هم مهتمين بملف البحاره تعرف الصوت يوصلك ولا وي خويا موجي تسمع فيه خويا كمال نسمع فيك خويا موجي تفضل حبيت نسألك هل تم اتصال بالسفارة على الأقل على مستوى باريس لا نحن معنا رسالة باش نوجهها إلى سفير إيطاليا في باريس وتوا نص اخرى عندما تنتهي معناها الوقفه وننتقرب للنهايه سيتوجه مع احد الاصدقاء لوضع هذه الرساله عند السفير وهذه بروتوكول عادي ومراسله قريتها انا في بدايه التحرك وفيها مطالبه بحريه شمس الدين وفيها حديث على شمس الدين وعلى الكاريير والتاريخ اللي عنده في طول السبع سنوات الاخيره وبالطبع نحاول انه معناها نتبعوا التقاليد الرسميه في المجال في علاقه بالسفاره ولكن احنا اخويا منجي الموضوع مش باش ينتهي اليوم ومش باش ينتهي عند خاصه اذا لم يصدق قولهم وثم معلومات على انهم لربما يقع اطلاق سراحهم بدايه الاسبوع وهذا ان شاء الله يكون ونحن معنا كنا املنا انه يخرج في خلال بدايه الاسبوع القادم ولكن اذا لم يكن الامر كذلك لربما نمشوا اكثر من هيك ونعملوا وقاعدين ممكن نفكروا في انه نعملوا تحرك امام الاتحاد الاوروبي لانه قضيه اصبحت قضيه دوليه وتونس يجب ان معنا تتبع على الاقل المجتمع المدني لانه كرامه شمس الدين ورفاقه من كرامه كل تونسي وهو في حاله معنا كان في حاله عملي هو كان يمارس نشاطه في البحر كبحار ووقع اختطافه من عمق البحر وبالتالي يجب ان متهمين بانه يمرر في الحراقه هذه تهمه تمس كل البحارين في تونس ولوضع حد لهذه الظاهره يجب ان نذهب الى ابعد من هذه الوقفات الى الاتحاد الاوروبي ولا ربما نطلب الخارجيه التونسيه للدعوه الى لقاء او الى ندوه تعالج فيها قضيه الحرقه وتعالج فيها هذه القضيه لان تونس هي اكبر المتضررين في هذا الموضوع كما اسلفت الحديث ويجب علينا جميعا ان نواصل نظامنا في هذا الاتجاه ونعمل على
انه القضيه ما توقفش عند شمس الدين، لانه حتى اذا كان خرج شمس الدين معناها الاسبوع القادم، بدايه الاسبوع القادم، فلربما يكون بحار اخر معرض الى نفس المصير. وهذاك علاش يلزمنا حل هذه الظاهره بشكل جذري على مستوى الاتحاد الاوروبي، والدوله التونسيه هنا مطالبه للوقوف بجديه واخذ موقف جدي، والمطالبه بحمايه بحاري المواطن التونسي البحار اللي يكون يمارس في عمله في المتوسط. المتوسط هو ملك الجميع، وبالتالي لا يجب على كل تونسي الدفاع على هذه الشريحه في مجتمعنا التونسي، وهي شريحه البحاره اللي يصبحوا معرضين طبعا للاختطاف كما حكيت، من اما من ليبيا، من الليبيين، او من بعض معناها من القوى الايطاليه، في اطار انهم يقاوموا في الحرقه. مقاومه الحرقه هي ايجاد حل جذري للعلاقه بين افريقيا واوروبا، وهذا ما نطرحه اليوم. ندوة دولية تعالج ظاهرة الحرقة أو ظاهرة الميغراسيون كلوبستين. هذه اليوم واجب علينا أن نطرحها بشكل رسمي، وأنا لا أرى لازما لهذه كتابة الدولة للهجرة والحديث هذايا كله. نعرف نحن كتابة الدولة وشنية تنجم تعمل. نحن نطالب وزير الخارجية شخصيا لأخذ موقف في هذا الموضوع، ورئيس الحكومة يجب أن يقرر معناها الدعوة إلى ندوة دولية في تونس تعالج هذه الظاهرة، لأننا نحن مش مستعدين أن تكون شواطئ الذين تقذف بهم أمواج البحر على سواحلنا، وبالتالي نبحث لهم عن مكان نقبرهم فيه وندفنهم فيه، أو الحالات الهجرة التي يقع إنقاذها وسحبها إلى شواطئ تونس. وبالتالي عندنا مراكز إحنا توا إيواء للمهاجرين الأفارقة اللي امتلأت وفيها المئات من الـ من الـ من الأفارقة. اليوم بالفعل يجب إيجاد حل جذري لهذا المشكل. شكرا أخويا منجي، وإن شاء الله معناها نواصل على هذا المنوال. شكرا. اليوم نطالبوا باطلاق سراح شمس الدين والطاقم والبحاره اللي معاه. اليوم واقفين هنا على خاطر نعرفوا شمس الدين شنو هو. اليوم على خاطر نعرفوا شمس الدين هو اللي دخل الحراقه وعاوننا. اليوم نعرفوا العمل الانساني اللي قام فيه شمس الدين وخروجيات شبه شمس الدين الكرب واي المشاريع كلها مدوله بالوثائق وكل شيء مريح. اليوم نطالبوا بخروج شمس الدين فرنسي. اليوم شمس الدين فرنسي اللي ما يعرفهاش. شمس الدين اللي جاب اللاجئين. شمس الدين اللي جاب الخروجيات. اليوم نطالبوا السلطات الايطاليه انها تطبق القانون الدولي. اليوم القانون الدولي ايش يقول؟ ينصب على اي ربع، على الناس الكبيره اللي عددهم
اليوم اي ربان وطرف انقاذ اي شخص انقاذ عبد البحر مهما كان الدين بتاعه ولا نوم ولا لونه ولا كيفاش كان اليوم لازم ينقضى بسيف عليه اذا كان ما ينقضاش تولي جريمه. اليوم نحب نقول للطايل راه التونسي راه التونسي ما يخليش يلعبوا في النور راه التونسي يقوم بالعمل الانساني وراه التونسي يزيد ينقض مهما قدروا ثلاثه شمس الدين انا قلت شمس الدين وراه وراه شمس الدين باش يخرج وراه باش يتكرم وراه باش يرجع لاهله ان شاء الله. شمس الدين شكرا الموزايك موزايك تكلم موزايك تكلم بارك الله فيك تكلموا تكلموا موزايك تكلموا عملوا ريبورتاج امبارح في الليل Let's go.
le sauveur, libéré, le sauveur, libéré, le sauveur, libéré, le sauveur, libéré, le sauveur, libéré. يجب على دولة الدولية 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 الدول
معالجه ظهير الحمام هذايا مطلب تحت اخوي السلام عليك. Cette année, il est convoqué
pour prendre un trophée d'un homme noble, un homme qui sauve des vies, un homme depuis que la révolution dans le monde arabe a la déclenché, on a subi des Égyptiens, des Africains, des Égyptiens, des Syriens, des Libyens, des Algériens, des Marocains, des Sénégalais, des Maliens, de tout le monde où ils étaient en Libye. On a fait quoi? On les a bien accueillis, on s'est occupé d'eux, on a sorti de là, de l'eau, plus que 1600 personnes au bout de 3 ans. On a ouvert un cimetière, et cette cimetière-là, on l'a appelé la cimetière des étrangers et des inconnus. Cette cimetière-là, c'est un pêcheur qui l'a payé et qui est en train de s'occuper de celle-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce que se passe en Italie aujourd'hui, ce qu'elle a fait l'Italie avec M. Shamseddine Bourassem, et si personne, c'est son équipage et son bateau, c'est inacceptable. Il a fait qu'un geste humain. Et on répète, un geste humain, c'est pas un crime. Un geste humain, c'est pas un crime. C'est le message qu'on veut que les médias tunisiennes, que les médias du monde, on parle aujourd'hui, les preuves, on les a. Les réseaux sociaux, ils parlent. France 24, à la filmer. M6, à la filmer. Jazeera. Jazeera, ils ont filmé. France 3, France 2, vous n'avez qu'à taper Monsieur Shamseddine Bourassem. Et c'est pas que lui, il a un équipage, il a un bateau, c'est quelqu'un qui est plus qu'une 25 ans, qui travaille dans les larges de la Méditerranée. Il a subi beaucoup de choses que personne ne peut faire le contraire. Aujourd'hui, la seule question, c'est l'Italie. Okay. La question qu'on pose à l'Italie, vous attendez quoi? De libérer des héros. Je parle clair, je parle normal et c'est la logique. Qu'est-ce qu'elle attend l'Italie de libérer des héros? Intervenez s'il vous plaît et un message aussi aux autorités tunisiennes. Il faut que vous preniez nos droits dans le monde. On est des humains, on est des Tunisiens. Et c'est vrai que la Tunisie, elle est toute petite. Mais n'oubliez pas, le Tunisien, on est tous partout. On est partout dans le monde et on peut intervenir nous-mêmes. On est solidaires. Merci à tout le monde. Et soutenez-nous. On est tous des Tunisiens, c'est pas que des Arziens, on est tous des Africains. Alors, j'attends le soutien de tout le monde. Merci à vous. Et j'espère la liberté pour cette île et ce sont mes équipages. Merci. Libérez les sauveurs,
libérer les sauveurs, libérer les pêcheurs. ميساج الى السلطات التونسيه يلزم تتدخلوا في مكره اللي عمله شمس الدين برشا عباد في السلطه يعرفوه عند سنين من اللي صارت الثوره في بالهم بي وفي بالهم بحاره زرزيس شن يعملوا حاجه واحده نحبوا نكونوا تونسيين الناس الكل الدولة التونسية لازم تتدخل سيد رئيس الحكومة لازم يتدخل سيد رئيس الجمهورية لازم يتدخل سيد راشد الغنوصي لازم يفيق على وضعه النداء إلى كل من في السلطة في تونس يرحم بكم تدخلوا قبل ما تصير كده والسلام مشكورين الاخوان اللي يروحوا لان احنا راهو الضمان بتاع
البحر ما دومين كبير ياسر ودومين فيه ثانية وفيه الواحد ما يحبوش وقت البحر يكونوا في ظل في عرض البحر وهم ما يحبوش Liberté pour Shamsuddin. Liberté, Shamsuddin, liberté, 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 pour Shamsuddin, 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 liberté, Shamsuddin, liberté, Shamsuddin, liberté, Shamsuddin, liberté, Shamsuddin, liberté. Liberté, Shamsuddin. Liberté, Shamsuddin. Liberté, Shamsuddin. Liberté, Shamsuddin. Liberté, Libéré, Shamsuddin. Libéré, Shamsuddin. Libéré, Shamsuddin. Libéré, Shamsuddin. Libéré, Shamsuddin. Libéré, Shamsuddin. Libéré, les pêcheurs. Libéré. Ça, 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 فيهم ألف شكر. أنا نخدم في الإعلام
اون كابابل باش نوصلوا الاعلام لكل بلاصه بارك الله فيها الجزيره اللي هي حضرت وكل القنوات الاعلاميه اللي هي حضرت، لكن تصير اللي صار من الاعلام التونسي رانا ما نشبش نتبع عليه، رانا تسيره في قلوبنا، رانا حنين شعب علمنا ندسوا في قلوبنا، رانا باش نصبوا نهار ونتفجروا، احنا تفجرنا الاولى وخرجنا من تونس، رانا مازلنا باش نتفجروا وممكن باش تصير ثوره اخرى. إذا كان ما زلتوا توصلوا كيما هكا راهي باش تصير ثورة أخرى. دونك المطلوب من الدولة التونسية والسلطات المعنية بالأمر من رئيس حكومة من رئيس الدولة من رئيس المجلس من كل الرؤساء اللي احنا خبراكم لازم تدخلوا فورا، وهذايا لازم يكون نهار الاثنين، راكم تفوتوا نهار الاثنين راهو عندكم أجل آخر وراه عندكم دولة أخرى ورانا احنا باش نولوا ندخلوا فيه. احنا رانا مهتمين في الخارج، احنا نعرف السلطه كلها، احنا شعب الحمد لله قرانا ووصلنا ونعرف الدوله شنو هي ونعرف كل واحد شكون خدمته، نعرف مكونه حكومتكم مازال امريكا فهمتني، راكم مقصرين، راه الشعب في بلدكم مقصر، لازمكم تخدموا بلدكم ايامكم الفوز، سينو غيركم يستنوا. الناس كلها رانا ايد في الليل قلب واحد مع شمس الدين والبحاره والاكيباج بتاعها الكل والباقي بتاعها لازم يخرج على خاطر هذاك يجيب به خبزه وصغاره والصغار صغار. دونك الراجل هذا لازم نوقفوا معاه هو وغيره واخوانه الاخرين اللي في ليبيا، حتى هما لازمنا نتفكروهم ورانا ماناش ناسيين، رانا كلنا لازمنا نتكلم عليهم وتونس كامله والجنوب المنسي رانا ماناش ناسيين، لازم نخدموا على هذا كلنا. الحمد لله المشاريع اللي قام بها شمس الدين والاخوان الكل يوقفوا مع بعض بارك الله فيهم، ان شاء الله احنا نكونوا بالواجب، احنا رانا مقصرين وحتى ولو ليبيا رانا شمس الدين 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 ونحن نحن 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 نح
التصعيد او التحرك في المستقبل هو حديث عن بدايه الاسبوع وانفراج في بدايه الاسبوع. اذا كان ما فماش الانفراج هذا في بدايه الاسبوع باش تعدوا الى مرحله اخرى كما سلف، وهو الوقوف او وقفه احتجاجيه امام الاتحاد الاوروبي. قضايا بطبيعه الحال باش تكون في اطار التنسيق مع الصفحات الفيسبوكيه المشهوره والاخوه نادر جرتينا وموجي دب وزاني سانفو من الناس اللي فعلا معنا يخبوا على هذا الموضوع وعندهم معنا عن طريقهم هم استطاعنا ان نحشد كل هذا العدد المحترم، لان فعلا العمليه عندها يومين من اعلان على هذه الوقفه الاحتجاجيه، والعدد هذا يعتبر محترم جدا، لانه فعلا في غزه ماهوش مثال، لانه تحرك بحجم كبير في ظرف 42 ساعه. احنا في الترخيص قدمناه في يوم الخميس ومعناه وقعنا عليه يوم الجمعة، يوم الجمعة معناه بالأمس. العملية كانت سريعة جدا وتفاعل الأخوة كان سريع جدا، ونحن مشكورين عليه، لأنه فعلا أصبحنا احنا قاعدين التواصل أو الكوميونيكاسيون أصبحت مهمة جدا في الحاضر، ويلزم التنسيق على أحسن وجه، وبالتالي يجب أن يقع العمل دائما في إطار العمل نحن اليوم في هذه عندنا قضية شمس الدين، ولكن ربما في المستقبل عندنا قضية أخرى. عملية التواصل التي حصلت في هذه التجربة يجب البناء عليها، ويجب المحافظة على هذا التواصل وعلى مسح التضامن والمساندة السريعة والحركة السريعة في إطار التفاعل السريع. التفاعل السريع شاهدناه اليوم في 42 ساعة، استطعنا أن نشكر هذا العدد المحترم المشكورين اللي كان دائما معنا بداية السنة الدراسية، ومعنا ظروف مشوارين تاع أصحاب العائلات وما ترتب عنهم على قضيات الاعتصام للوحد، فإن كل أوقات المجرمين مشكورين جميعا لهذا الحضور ومشكورين على هذا الوقت اللي تركوه من أجل هذه القضية. ونحن على أي وسيلة ما أو الحضور مباشرة إلى هذه التحركات، نطلب كل من ناظر من أجل قضية عادة، وتأكدوا أن إحنا اللي عندنا خليهم الحديث واللي يحكوا فيه يمينا ويسارا، نحن ما يهمناش، نحن عندنا الواقع يقول أنه ثم معناها مركب صيد يقودها السيد شمس الدين بوراسين ورفاقة اللي هم بحارة من جزيرة معروفين، عندهم جمعية وناشطين في المجتمع المدني وناشطين في حقوق الإنسان، وشهدهم بذلك تعرضوا إلى عملية اعتقال في عرض البحر. هذا ما يهم اليوم، هذا هو اللي نخدم عليه، وانطلاقا من موقفنا مكبوح انطلاقا من هذه المعطيات. الحديث الجانبي والتسقيطات الجانبية واللي تجي واللي تحاول أن تشوه الأشخاص وتشوه الناس، تصوير أكبر دليل على الشيء اللي قاعد يعمل به شمس الدين. نرفض كل من يمثل من سمعة شمس الدين بوراسين أو رفاقة، نرفض كل الاتهامات والتشويه لهذه الأشخاص. مهما اختلفنا، ربما نختلف مع شمس الدين في هذا الموقف أو بذلك الموقف، ولكن هذا لا يعني أن هذا ما يكون في محنة، يجب أن نقف معه
معه ويجب أن نقف مع كل تونسي وكل فرنسي يكون في محنة. وهذا من وجه جديد على التونس وعلى عكارة بين الفريق. نعم لأننا عشنا في الحالات هذه، عشنا في 2011 حالة التضامن اللي عشناها على الأقل في مدينة مصير. كان العديد من الحراقة معناها يقع دعمهم بالأمر وبالأكل انطلاقا من العائلات التي كانت توفر لهم الأكل والشرب، وهي حركة تضامنية تجمع تلك المدينة الفرنسية ومسكني مصير اللي هم أغلبهم بحزان المدينة الفرنسية. هذا ليس صعيب على شعب تونس، واللي يشكك في في نيه او فيما روي على قضيه هنا شمس الدين فليعلم ان كل جنوبي من تونس هو يحمل ضميرا انسانيا، ولا يمكن ان يترك ذات بشريه مهدده بالغرق. وبالتالي نحن لربما نكون في نفس القضيه في مره اخرى مع شخص اخر غير شمس الدين. كل تونسي بحر يجد بالباخره ستغرق، لابد ان ينقذها. قضايا واجب انساني وواجب ديني، وبالتالي قضايا ماهوش معناها ماهوش جديد على اهل الجنوب وعلى الواحد. ان شاهد العيال انه توجد في المركب اللي كان معناها في حاله غرق، كان يتحدث على ان العديد من البواخر الايطاليه كانت تمر ولا تقبل ان تقف عند هذه المركب المهدد بالغرق. بمعنى انهم همش مسؤوليه انهم هربوا من مسؤوليتهم الانسانيه التي يفرضها عليهم ذلك الموقف، ومحمل المسؤوليه ومتهم شخص قام بدور انساني وبحركه انسانيه في اطار انقاذ مجموعه من الشباب كانوا لربما سيفقدون حياتهم اذا ما كانش في نفس المكان وفي نفس الزمان شمس الدين براسهم. قضايا يجعلنا نتساءل، هل الانسان يقبح في السجن والذي لا يبالي بالذات الانسانيه معناها يبقى طريقا؟ هذه مشكله، لان البحار الطبيب الذي يجد معناها موقف بانقاذ شخص ولا ينقذه يعاقبه القانون، وبالتالي البحار الذي في اعماق البحر يكون يجد نفسه في موقف انه ينجم ينقذ مجموعه من الارواح البشريه ولا يقوم بانقاذهم، المفروض انه يعاقبه القانون، مش يعاقبه على خاطر قام بانقاذهم. هذه هي الفرقه العجيبه اللي قاعدين نمشاها واللي خلت الناس كلها تتعاطف مع قضيه كون يا شمس الدين، لانه بالفعل اذا كان شمس الدين اخلاء روحه ومشى وما لهاش بالمركب هذايا، راهو 14 طفل كارثه، 14 طفل غربوا فيهم من كل الجنسيات ربما، وراهو هو في حل من هذه المسؤوليه، وراهو هو مش موقف. هذه هي الفرقه العجيبه واللي تفرض عليها جميعا على الانسانيين والشرفاء كلهم يعطوا من اجل معناها حريه شمس الدين ورفاقه، حريه مجموعه البحاره اللي ذنبهم انهم كانوا في موقف معين في زمن معين في معناها في لحظه معينه، وكان المفروض عليهم انهم واجبهم الديني وواجبهم الانساني يفرض عليهم انهم يرفضوا هؤلاء الشباب ال 14 على ما اظن اللي كانت تقطع بهم السبل في عمق البحر. هذه هي معناها خلاصه القضيه، وبالتالي علينا ان نجرد انفسنا ووقتنا من اجل هذه القضيه الانسانيه، هذه قضيه انسانيه كما جمعنا في قضايا الحراقه في العديد من القضايا. هذه اليوم ملحه ولكن فيها بعدها السياسي اليوم الذي يجب الدوله ان تتحمل مسؤوليتها فيه. البعد السياسي يتمثل في دور الدبلوماسيه التونسيه في حل هذه الظاهره، ظاهره الحراقه بشكل جذري وفن له مسمى الشعبي اليوم تم القاره الافريقيه والقاره الاوروبيه، نحن على هذا
على الضفة الأخرى من هذا البحر المتوسط. اليوم نحن أكبر الخاسرين من هذه ظاهرة الحرقة. اليوم شباب من هذه الحرقة معناها شوطان بالتلوث والأمواج البحر تحدث لنا جثث مفارقة معناها يموتون في أعماق البحر. وفي الحالات الأولى نحن خاسرين. يا أخي تعالوا نحلوه المشكلة هذا تعالوا نحلوه. وهذا الموضوع هذا معناها نطالب دبلوماسية دولية وعلى رأسها وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالدعوة إلى ندوة دولية من أجل حل هذا المشكل وهذه اللحظة الدولية لأنه فعلا فيها بعد دولي وبعد إقليمي لابد أن أخذها بعين الاعتبار. وأروقت الأمم المتحدة أن تعالج معنا مثل هذه القضايا أجل من أن تعالج بعض القضايا التافهة اللي قاعدة اليوم تعالج بها واللي ما عندهاش حتى علاقة بحماية الذات البشرية. هذا اليوم انا احنا عندنا الحق حتى الجزويتين بشر كلهم واللي يحب يعطي كلمه فيما يتفضل. بسم الله. السؤال يطرح نفسه اليوم وين وصلت السلطات التونسيه؟ اين السياسيون؟ وين هم السياسيين؟ وين مجلس النواب؟ وين اعلام تونس؟ نعاودها، وين هم السياسيين؟ وين إعلام تونس؟ وين مجلس النواب؟ الستة بحارة والرئيس شمس الدين هوكا توانسة. الستة بحارة وشمس الدين وراسين هوكا توانسة المركب نتاعهم يلزمهم يروحوا في أقرب وقت. هذا اللي نتمنوه كتوانسة وكعكارة بصفة عامة. احنا في جرزيس وكما تعرف تونس وشهدنا من 2011 حتى 2017 شهدنا في 2011 حلينا الفرونتيار دخلت الباخرة المصرية الحربية باش روحت بالمصاروة من تونس وصلنا لفارقة للدار. التهينا بجيراننا التهينا بالعباد كنا إنسانيين. والآن السؤال الوحيد أين الإنسانية في هذا الظرف؟ والسؤال المطروح أين السياسيون؟ أين رئيس الحكومة؟ أين رئيس الجمهورية؟ أين رئيس حركة النهضة؟ أين الإعلام التونسي؟ نحن نريد شمس الدين براسين والستة بحارة والبابور يروحوا في أقرب وقت لتونس. هذا إنذار على إعلام تونسي وعلى سياسة تونسية وعلى حماية التونسي أين كان. السلام. شكرا مواصل المساندة نحن سي محمد محمد تعرف شوية برد الفرنسوية جاي كمان فرنسي كم سالة مساجة الباس بيان ومو كم سوى اني بروتوجي با شكون غرف اي با بابا جاي فوند اباوال شوية. C'est juste, il y a le dossier là, le dossier. Voilà. Je vais montrer après. Donc je vais reprendre la parole avant la fin du sitting parce qu'on doit quitter les lieux à 18h. Donc déjà je remercie toute ma communauté d'être présente aujourd'hui pour avoir soutenu Shams Eddine. Je voudrais m'excuser au nom de ma communauté pour le dérangement vis-à-vis des riverains, des commerçants, mais l'obligation est que on est là pour soutenir quelqu'un d'humaniste et qui est incarcéré illégalement et arbitrairement en Italie. Donc je répète encore une petite dernière fois, on est là pour soutenir Shams Eddine Bolassé, qui est nominé prix Nobel de la paix 2018. Je vous le répète, vu que là on parle un peu français pour vous, mes chers compatriotes, cette personne, elle est nominée au prix Nobel de la paix 2018. Il a été incarcéré pour être venu en aide à des migrants en pleine mer
pour que cette personne a alerté les gardes-côtes italiennes pour leur dire qu'il avait trouvé un équipage en pleine dérive. Les Italiens lui ont répondu oui, vous pouvez les débarquer. Il a tiré cette embarcation jusqu'aux côtes italiennes et est reparti. Un quart d'heure plus tard, les gardes-côtes italiennes l'ont rejoint en pleine mer et l'ont arrêté, lui et son équipage. Je vous en prie, expliquez-moi une chose. Cette personne, ça fait plus de 10 ans, elle se bat pour les migrants. Elle leur conseille de ne pas quitter le pays, de trouver du, pays, de trouver du travail en Tunisie. J'ai perdu même un peu ce que je voulais dire vis-à-vis de Chemseddin et son équipage. Mais en tous les cas, moi j'appelle la communauté internationale à intervenir et de libérer Chemseddin qui est incarcéré depuis une dizaine de jours en Italie. Et surtout lui rendre son bateau qui est son outil de travail. Lui et son équipage travaillent avec. Si vous relâchez Chemseddin sans son bateau, comment fera-t-il pour faire vivre sa famille et son équipage? Donc, j'appelle encore une dernière fois l'État français et la communauté européenne à intervenir pour libérer Chemseddin. Merci encore. بطاقة الحال نحن قريب باش نكملوا الوقت بتاعنا نجدد وقنا الجمعة تضامنا متعبين على التضامن اللي تضامنا مع حضور شمس الدين بوراسين ومع عائلاتهم ومع رفاقه في البحوث وطالبوا بإطلاق سراحهم وإخراج Donc j'ai rédigé ainsi que la nomination au prix Nobel 2018. Donc ce courrier-là, je voudrais que ça tu le remettes à l'ambassade d'Italie à Eichreuer. Voilà. Ah, excusez-moi. Ça c'est le document. Ça c'est le courrier de l'association de Chemseddin. On demande de transmettre à l'ambassadeur de l'Italie en France. Elle est là, l'association de Chemseddin. Vous la voyez ou pas? Le Charpin ou l'air? Association Le Pêcheur pour le développement. Je ça, à ça, c'est bon, je على كاتب الدولة للهجرة اللي ما مش كان مش يعمل حاجة كبيرة ولكن معناه على الأقل الناس يزال تتحمل مسؤولية شخصية في هذه القضية ووزير الخارجية كما يجب أن يكون أنا لا يجب أن يفعل كل صلاحياته في إطار التواصل مع الدولة الإيطالية ومن أجل إطلاق سراح هذا الفريق الفريق من البحارة و نعاود نشكر كل الأخوة اللي نشكر على هذا الموضوع نعاود نشكر كل الأخوة على أصحاب الصفحات الكبرى في الفيسبوك نعاود نشكر كل اللي حضروا اليوم المنظمات اللي ساندتنا فسنجد انفسنا امام مقام الاتحاد
الأوروبي ولربما أمامنا مقابلة الأمم المتحدة في هذه القضية. شكرا لكل الجميع على الحضور. وصلت لقاءنا اليوم إلى نهايته. سوف من هذا اللقاء على أن نبقى في تواصل، على أن نبقى متواصلين بعضنا على صفحات الاجتماعية، وكي على الأقل يبقى المعلومة تبقى تتداول، نحاول أن نعطاها زخم أكبر على الفضاء الاجتماعي، نحاول أن نعمل ضغط لأنه فعلا الفضاء الاجتماعي هذا أصبح من الأسباب الحقيقية في الضغط، وربما معنا نستطيع أن يكون لنا مساهمة في الوصول إلى حرية هذا الرجل وأصدقاء من المستشار الإيطالية. شكرا للجميع، شكرا لمن حضر ومن تعاطف مع الفريق الأحمر، شكرا لهم. كمان ما عادش في البطاريه، ما عادش في البطاريه. ترى هذه زود ولا لا؟ الاخرين ترى 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 هذه غير ترى بقى محمد شو ديك قاعد نعدي فيه من ديريكتك على donc ça c'est la liste des nominés au prix Nobel de la paix 2018. Voilà. Là vous avez jusqu'au 38e. Vous avez de nombreuses grosses ONG connues mondialement, que ce soit Médecins sans frontières. Là on arrive à l'association de Shemseddin Bourassine, qui est l'association Le Pêcheur pour le développement et l'environnement aux Zardis Tunisie, qui est à la 56e ONG humanitaire nominée pour le prix Nobel de la paix 2018. Voilà. كمال اخر كلمه تو اخر كلمه هو نكملوا في التحرك اخر اخر تطورات نتاع معلومات اخر معلومات اللي وصلتكم اخر معلومات اللي تطورات الاحتمالات كلها لا تزال واردة. عملية التصعيد نحن يلزمنا نكونوا مراقبين منها في إطار إذا كان الناس معناها تحب دائما القضاء الاجتماعي والفيسبوك وواحد معلومة من كلها، لربما نمشوا في أبعد من هذا الويكند الجاي إذا كان ما فماش معناها حاجة جديدة يمكن نعرض الوقفة إذا ما نتحذرهم. هذايا اللوجستيك نعم انا نحب لها شويه تحضير، ربما تكون بعض السيارات والعديد من الاخرى، ونحاولوا نضموها مع الجيش اللي موجود على الفيسبوك ان شاء الله، ونحاول ننسقوا ربما اما ان نامنوا حافله او سيارات خاصه وتجمع الماكسيموم من الناس والمسؤولين كلها ولات عندنا سيارات قادره فماش في اطار التصعيد القادم على مستوى باريس. نحن نتحمل مسؤوليتنا في مستوى باريس وندعو الداخل انه يتحركوا في المساحات اللي قادرين انهم يتحركوا بها.
احنا القضيه تحولت الى قضيه راي عام. تبنينا هذه القضيه انطلاقا من انها قضيه وطنيه وقضيه معناها انسانيه. تبقى ما هي الخطوات القادمه نحن نحددها على مستوى القادرين ان نتصرفوا او نعطوا رانا الا فيما يتعلق بباريس مع اوروبا وشويه علاقاتنا في اوروبا في بروكسل او حتى في ايطاليا ربما، لكن ايطاليا او اذا كان باش نمشوا طالما طالما معناها اذا كانت الامور قريبه للوحده. المهم احنا ندعم كل تحرك موجود في اوروبا ونطالب في المزيد من التحرك على مستوى جرجيس ولا ربما وقفه اخرى نطالب بها زاد على مستوى العاصمه في مسقط. ضروري احنا نطالبوا بفتح الملف القضائي على مصراعيه لحل ظاهره الحرب هي من جمهوري ها من المسؤول عليها وخلي يجلسوا من يسار وخلي يحطوا كل شيء كل مسؤول كل واحد اتصرف ذنبا بل يتحمل مسؤوليته ولكن ما يمشوش الابرياء تصور الناس كل حوار ما يمشوش الابرياء معناها ضحيه الشموات والبحاره يمشوا ضحيه الشموات معناها مهنه الصيد تولي مهدده من السلوكات. واخر معلومه اخر معلومه اللي شفناها على الريزو سوسيو بالنسبه لل فما امكانيه نتاع تكليف محامي ولا لا هو كلف محامي ومحامي ولكن توانسه ولا تلين ولا من جمعيات نتاع ايطاليه مشهوره بتخصصها في مثل هذه القضايا لكن العمليه راهو فيها جانب قضائي وفيها جانب سياسي. الجانب السياسي هذا يؤثر فيه الدخل المجتمع المدني. يؤثر في الجانب السياسي. في الجانب القضائي القضيه معناها حسب تقديري يعني فارغه من مضمون. ما فيهاش قضيه معناها في الامام ماهيش واحد لانه يعني حتى الصور اللي وقعت بالسفينيت واللي شفناها الكل تبين اللي معناها الليبوتاس ولا الحديث او الروايه نتاع شمس الدين وكانت صحيحه. وحتى الاولاد اللي روحوا معنا واللي هم ضمن ال 14 روايتهم كانت صحيحه ومتطابقه مع روايه شمس الدين والصور اللي جات على ساتوليتا تاكد نفس الحاجه. هذا بجانب القضايا جانب القانوني معناه ما فماش حاجه في ينجموا يشدوه لكن الجانب السياسي واللي هو لربما في جانب ابتزازي من ايطاليا للدوله الروسيه لان ايطاليا عندها مواطنه فيها الجماعه الحراقه الافارقه اللي موجوده ولربما تحب تعمل المركز بتاع المبادره اللي حول في جنوب تونس. احنا في تونس نحبوا حل المشكله هذايا في اطار دولي الدولة التونسية معناها تفاوض في هذا الملف ندا للند مع الدولة الإيطالية وبقية الاتحاد الأوروبي، هذا هي المطلوب نحن ماناش باش نكونوا حراس حدود أوروبا والدول الأوروبية، وماناش زادة باش نتركوا أبنائنا في أعماق البحر معناها مهددين أو كرامتهم تمس من هذه الخوافر البحرية الإيطالية، بمعنى أنه يجب حل هذا الملف على مصراعيه ونحن بنحاول نضغط على الدوله ونجم ندوه دوليه وعالج صحوه الحدث ربما تتبناها تونس اذا كان فعلا ستتجاوب الدوله التونسيه مع مطالبنا كمجتمع مدني متخصصين ربما العديد من اصحاب الواحد شيء يبدا يقول لك شكون هذايا باش يحكي بالمنطقه هذايا. لا نحن يا سيدي متخصصين في الايميغراسيون، نحن خدمنا على الايميغراسيون من 2011، احنا اسسنا جمعيه كوليكتيف دي تونيزيان دو فرونس من اجل الحراقه وقت في بدايه 2011، جمعيتنا تاسست في 2011 لاجل الحراقه وبالتالي الموضوع هذايا ملمين به قدر معرفتنا بجوانبه وببعده السياسي وبعده الانساني، وبالتالي نحن شركاء في هذا الموضوع وهذا تخصصنا حتى واحد ما يشكك في معنى في قدرتنا على الضغط في هذا الجانب. شكرا. شكرا مرسي. هاي السلام عليكم تو كملت الوقفه الاحتجاجيه الاوتوريزاسيون تاع ساعتين من زمان وقفت كملت الوقفه الاحتجاجيه
Voilà. C'est bon. Allez, salam alaikum, on est sur le col.